نعود إلى رسائل الإخوة والأخوات. أبو عبد الله يسأل الشيخ عن واجب المسلم والعامة نحو علماء الشريعة. الواجب على المسلمين نحو علماء الشريعة توقيرهم واحترامهم وسؤالهم عما أشكل والأخذ بتوجيهاتهم، لأنهم ورثة الأنبياء كما قال صلى الله عليه وسلم: والعلماء ورثة الأنبياء، ومن لم يحترمهم لم يستفد منهم. فلا بد من احترامهم لأجل العلم الذي معهم، ومن أجل أنهم يبينون للناس ما أشكل عليهم من أمور دينهم، فلهم فضل ولهم مكانة ولهم قدر عند الله جل وعلا وعند المؤمنين من خلقه، فلا يستهين بهم إلا منافق، كما قال المنافقون في عهد النبي صلى الله عليه وسلم: ما رأينا مثل قرائنا مثل هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب ألسنا ولا أجبن عند اللقاء. يعنون رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأنزل الله فيهم: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. هذا خطر عظيم لمن يستهين بالعلماء ويستهين بالعلم، فهذا دليل على نفاقه والعياذ بالله، يخشى عليه من الردة عن دين الإسلام. نعم.